السلام عليكم، مساء الورد احبتي، اهلا مسا من اخوكم نعيم. موضوع بيحصل لنا كلنا في الشتاء وفي البرد والصقيع، وحصل معي شخصيا وكل سنه بيحصل، فعايز اقول لكم ليش بيحصل والاسباب والعلاج. لو نلاحظ يا جماعه، بصوا هنا، بصوا ايدي، بصوا. طبعا يا جماعه عندي اسباب، انا بطلع دايما في الحديقه وفتره الليل وكده في البرد والتلج وبشتغل وبعمل، فهذا سبب. دايما بنلاقي في الشتاء ايدينا بتتحول لا في نوع من التشققات، واللي هو مش عايز اقولها يعني تقشف او زي الجشف بنقول عليه، بنلاقي في طبقه الجلد بيبدا يعمل زي كان عليه قشره، وفي نفس الوقت بتحصل حاجه معانا في الاقدام. بصوا يا جماعه لو بصينا هنا، بصوا نركز هنا، شايفين بنلاقي كل اصابعنا دايما بتتورم، بلاقي كل الحتت هذه بدات تكبر الاقدام وبتعمل من تحت لون احمر وبتكبر، ولو ضغطنا عليها بتعمل لون ابيض وقمه الالم. فبنلاقي دايما الاصابع بتتخن وتحمر وتعمل مش دمامل، زي تورمات، ولو دوسنا عليها بنحس بالم، وايدينا بنحس ان في طبقه او قشره بتبقى عليها. الاسباب يا جماعه في الشتاء للموضوع هذا، ان احنا بنغسل ايدينا بميه بارده وبنروح نقعد جنب الدفايه، وهذا قمه الغلط. او ان احنا بنغسل ايدينا بميه سخنه ودافيه ونطلع في البرد زي ما انا بعمل على طول، الصدمه هذه بتحصل، البرد والسخن، البرد والسخن، العكس، سواء جنب الدفايه وبرد، او نغسل ايدينا بميه سخنه ونقعد في البرد، هذا على طول بيؤدي لكده. هذا بالنسبه للايدين. بالنسبه للاقدام، ان احنا بنتعرض للبرد الشديد وما بيكونش فيه حذاء او شراب او شبشب او اي حاجه. فالاساس في الموضوع هذا انه في الشتاء بيحصل برد، البرد بيؤدي لضمور في الاوعيه الدمويه، فالدم ما بيمشيش وبيوصلش للاطراف نفس الكميه والنسبه اللي بتوصل في الصيف مع الحراره. فان الضمور هذا بيحصل، بيبدا الدم ما يوصلش وتبدا تتورم الاطراف، والصدمه هذا للاقدام والتورمات، انه الاوعيه الدمويه بتنكمش مع البروده. بالنسبه للايدين، ان احنا صدمه ميه سخنه ونطلع في البرد، ميه بارده ونقعد جنب الدفايه، وهذا اللي كلنا بنعمله. فالضمور في الاوعيه الدمويه وانكماشها هو اللي بيسبب الامر هذا. ايش العلاج؟ على السريع، العلاج يا جماعه ان احنا بالنسبه للاقدام دايما يا اما الشبشب اللي هو زي الاسفنج، او اللي عليه اللي عامل زي الارنب هذا اللي كله شعر او فرو، دايما يكون الواحد لابسه في فتره الشتاء جوه البيت. طلعنا برا لازم يكون في حذاء وفي شراب، وساعات شرابين، ما نقعدش جنب الدفايه. الحل الطبيعي ان احنا لازم الاقدام هذه تتدفى تحت البطانيه، غلط ان احنا نقعد جنب الدفايه ونقول ندفى رجلينا، او العكس، او نطلع في البارد. لازم نفضل لابسين دايما شرابات او حاجات ثقيله، والتدفئه ما تكونش بالدفايه، تكون لازم بالبطانيه، ان احنا بنغطي نفسينا بكفر كويس او روب ثقيل لما نكون قاعدين في البيت، ولو طلعنا نلبس حاجات نمنع ان الهواء والسقعه هذه والرطوبه الثلج اللي في الارض يمسك في رجلينا، عشان يفضل دايما الدوره الدمويه وما يحصلش ضمور للاوعيه الدمويه. بالنسبه للايدين، زي ما قلت لكم، بلاش الصدمات سخن وبارد، وفي نفس الوقت ممكن نلبس جلابس، او ان احنا دايما نغسل ايدينا بميه دافيه وبعديها على طول زيت زيتون او فازلين طبي، فازلين، او ان احنا كريمات نطر ايدينا، وبرضه مش من الساقع نحط على الدفايه او العكس. هذا الطريقه هنلاقي دايما في نعومه في ايدينا والبشره، زائد ان رجلينا الدوره الدمويه هتبقى شغاله كويس طول ما احنا محافظين. في النهايه سواء للاقدام او للايدين، بلاش الصدمه من الساقع للسخن او من السخن للساقع، مع الترطيب الدائم ولبس الشراب او الحاجات. فحبيت اشارك معاكم الموضوع، لاحظت دايما وبالذات لما بدات اسكن هنا وبالليل بطلع اقعد في الجنينه، كان في قشره او قشف بيجي على الايدين والرجلين بتتورم، وكيف نحل الموضوع. موضوع مهم، وقلت امسي عليكم واشاركوا معاكم. احلى مسا من اخوكم نعيم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.